من السودان قالت في كلام صريح، قالت في اجتماع مشترك للقطاعات الوزارية أمس تمت إجازة مشروع قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام لسنة 2022 الذي قدمه السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم. وقال تصريح صادر عن مجلس الوزراء إن القانون يهدف في مجمله إلى تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، وذلك من خلال إجراء التعديلات اللازمة على القوانين التي تتعارض مع ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام. لم تكن القوانين المتعارضة هي المشكلة الأساسية بقدر وجود مؤسسات وأجهزة حكومية هي التي تتعارض وتقاوم أي اتجاه لإشراف وزارة المالية على ما تضخه من موارد، إذ إن القائمين على رأس هذه المؤسسات والوحدات يرون أنهم أحق بالصرف، ثم يذهب الفائض إن وجد إلى خزينة الدولة. مرت الكاتبة في 11 من نوفمبر العام 2014 أودع وزير المالية بدر الدين محمود نسخا من أورنيك 15 الورقي في دار الوثائق القومية ليصبح في ذمة التاريخ. الحكومة وقتها عدت أورنيك 15 الإلكتروني خطوة أولى في حوسبة الحكومة وإطلاق ما عرف بالحكومة الإلكترونية. وبرغم نجاح التجربة في بدايتها، لكن في الواقع والممارسة العملية أصبح أورنيك 15 الإلكتروني وكل نظام الحكومة الإلكترونية ولاية المالية على المال العام في ذمة تاريخ. تشير الكاتبة إلى أنه منذ إطلاق عملية التغيير في العمل المالي والمحاسبي وحتى تاريخ اليوم، فشلت وزارة المالية في أن تكون الحارس الأمين على المال العام بسبب عمليات التجنيب التي ولن تتوقف بالقوانين وبغيرها. وبغيرها أقصد به وجود نافذين على رأس وجهات قد تكون معلومة للكثير لن يقبلوا توريد كل الإيرادات إلى خزينة الدولة لينتظروا ميزانية التسيير التي تقرها الميزانية العامة أول العام، مثلهم مثل الوحدات التي لا تملك إيرادات. السؤال المهم، هناك جهات حكومية أو شبه حكومية وشركات حكومية وشبه حكومية، منها شركات تابعة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والأجهزة الأمنية والدعم السريع، طالما أنه يتبع لمنظومة الدولة، فهل ستخضع لولاية المالية على المال العام؟ وهل شملت التعديلات القوانين المتعارضة مع قوانين ولاية المال العام التي أجيزت أمس قوانين تلك الشركات؟ ننتظر توضيحاتها من السيد وزير المالية أو السيد وزير مجلس الوزراء الذي ترأس جلسة مجلس الوزراء الخاصة بتعديل القوانين ذات التعارض أو التقاطع مع ولاية المالية على المال العام. وختمت الكاتبة، لا أظن تفاعلا عاجلا مع طلب توضيحات من السيد وزير المالية إن لم تحظى بتجاهل تام تسفيه، يعني فالتطنيش أفضل أسلوب للتجاوب مع الصحافة أو تقديم إجابات صحيحة لكن لا علاقة لها بالمطلوب. تشتيت بين قوسين، كان هذا هو الختام.